اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة نور ملك العصافير. فيديو النهاردة هنتكلم عن طيور الكوكتيل الجميلة اللي بينتمي لفصيلة البخبخوات ونسبة ذكائه عالية جدا، ده غير تغريد الذكر الجميل جدا. واسعار الطيور الكوكتيل بتختلف حسب لونها، واغلاهم الكوكتيل الألبينو اللي بيبقى لونه ابيض خالص، وارخصهم الكوكتيل حبشي اللي هو اللي قدامنا ده. وطيور الكوكتيل سهلة جدا في تربيتها، ممكن ناخد منهم انتاج لو عملنا حاجات بسيطة جدا. اولها توفير القفص المناسب والعش المناسب واختيار جزء من الكوكتيل ذكر وانثى يكون عمرهم تجاوز السنة، وتوفير مكان هادي ليهم عشان الكوكتيل ما بيحبش الدوشة، ده غير توفير الغذاء المناسب. والغذاء الاساسي للكوكتيل هو الحبوب، والاساس فيها فراس، وفي ناس بتزود بلكم. والكوكتيل بيحب لب عباد الشمس جدا، ده خير الخضروات زي الخس والجزر والخيار والجرجير والفلفل بس ما يكونش حامي. ووجبة البيض بالبقسماط بيحبوها جدا، بس بشرط منسيبهاش قدامه اكتر من ساعتين عشان ممكن تبوظ وتجيب لهم تسمم. وفي بعض الاطعمة ممنوع عنهم خالص زي الشوكولاتة والمانجا والبصل والبقدونس. وطائر الكوكتيل بيتجوز عند عمر سنة، وبيجيب في العش من 4 لـ6 بيضات، ومدة تحطين البيض 23 يوم. بعد كده البيض بيفقس، والأب والأم يأكلوا الصغاليل لمدة 35 يوم، بعد كده بيتم فطامهم. وتربية الكوكتيل سهلة، وبنصح بيها أي حد عايز يربي طيور زينة. وممكن هي تربي الحبشي، عصفور جميل وسعره رخيص، والذكر الحبشي من أفضل الذكور. دي كانت بعض المعلومات عن طيور الكوكتيل الجميلة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة. مع السلامة، باي.